FM. الكل ملك. تنبيهان هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعابة لغير وكل تشابه بينه وبين الواقع فرامي مش بالعاني. وضربت البداية باللقاء التاريخي أو كما سماه المراقبون بلقاء الأجيال والذي جمع اليوم بين أصغر رئيس في العالم والمجرة إيمانويل ماكرون وأكبر رئيس في العالم الباي المفدى وحده أو لا أحد الباجي قائد السبسي. وعلى اثر زيارته لقصر قرطاج نشر الرئيس الفرنسي صورة سيلفي عبر صفحته بالانستغرام كتب عليها: لقد كنت محظوظا بالتقاط صورة مع ثلاث قطع أثرية تونسية تمثال حنبعل صورة الزعيم بورقيبة والباجي قايد السبسي. المعجزة حصلت صبيحة اليوم بباردو حيث تم تسجيل حضور قياسي لنواب الشعب، كل النواب متواجدين، لم يتغيب أحد. أحد النواب لم يحضر أي جلسة للمجلس منذ سنة، كان أول حاضرين وكان يصفق باستمرار. الجميع مبتهج ويستمعون باهتمام لخطاب الرئيس ماكرون. ويذكر أنه قبل أيام ألغيت جلسة للمجلس لمناقشة أحد القوانين لعدم حصول النصاب للحضور. وعلى اثر خطابه بمجلس نواب الشعب اعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عزم بلاده استيراد كميه هامه من ماده الفرينه نظرا لجوده ووفره هذا المنتوج في تونس. هذا وضف الرئيس الفرنسي انه معجب كثيرا بالقفه التونسيه ونفكر في اصطحاب بعض القفافه معه لقصر السلطه لصناعه هذا المنتوج التونسي الاصيل. علمت وكالة تونس رامي للأباء أنه ليلة في نشرة أخبار الثامنة سيتم إعلان الباجي قايد السبسي رئيسا للمملكة العربية السعودية لستة أشهر فقط على سبيل الإعارة. ويأتي هذا الإعلان على إثر مجموعة من عقود الانتداب قامت بها المملكة للاعبين التونسيين. أكد عون ديوانا أنه على إثر تفتيش حقيبة ماكرون في مطار تونس قرطاج وجدوا كمية من الشوكولاتة مرفوقة بورقة كتب عليها بما معناه ما تفردش الفليجة، هاكا قريت لك حسابك في الساشي الزرقاء على اليسار. هذا واستنكر عون الديوان هذه الحادثة خاصة وأن الشوكولاتة في الساشي الزرقاء أرخص بكثير من بقية الشوكولاتة مما يعتبر إهانة للحواف التونسي. ختاما أكد مدير عام سرقات المطار أن جميع الناس سواسية في عملية سرقة الأمتعة والحقائب وأن الحوافة لا يميزون بين مواطن عادي ورئيس دولة ولا يتأثرون بالرسائل التي يتركها المسافرين في حقائبهم، داعيا عموم المسافرين إلى الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي تؤثر على عمل حوافة المطار. نادي الموجز مع شكر لأشرف العطروس في الأعداد. بعد شوية تلقاو الفيديو على الباش فيسبوك باش غاديو كابا فام يا ستار ومشاهدة طيبة للجميع. كابا فام الكل ملك.